الخطوط الثامن الذي أعلنت انطلاقته من خلال هذه اللحظات المخصص للقعدان اللقاية المهجنات الأصايل، انطلاقة موفقة نتمناها للجميع. نسير إلى المركز الأول ونتابع مقدمة الشوط على المركز الأول الرسمي. مبارك بن محمد بن حمد المري على المركز الأول الرسمي، لسعيد بن سعيد بن سيف بن سعيد بن صلف النعيمي يقدم لنا الرسمي على المركز الأول، بينما في المركز الثاني كذلك الرسمي مبارك بن محمد بن حمد المري. المركز الثالث نقلتنا ومتابعتنا إلى انطلاقة الحذر، سعيد بن سهيل بن حطم العامري على المركز الثالث، بينما في المركز الرابع هناك القدوم في هذه اللحظات العابر ياتينا رابعا راشد بن خليفة بالمر النيادي، والمركز الخامس يتقدم الذيب علي بن عامر بن سعيد الغفيلي على المركز الخامس. المركز السادس ياتينا الأسد حمد بن سعيد بن متعافي المنصوري، وهناك القدوم، هناك الحضور في هذه اللحظات يتقدم بهذا الأداء، وهو صولقان شافي بن محمد بن شافي بن سالم الشافي الذي يتقدم في هذه الانطلاقة. هناك الوصول على المركز الثامن بوجودي وانطلاقة هذا الاسم الغزال أحمد بن سعيد بن حمدان النعيمي، وهناك يتقدم في هذه اللحظات العابر راشد بن خليفة بالمر النيادي، وعلى المركز العاشر معرب سعيد بن الصغير بن علي بن يزرب العامري. هذه هي الأسماء الأولى، هذه هي الأسماء المنطلقة الحاضرة بالنداء الأول، ومن بعد ذلك نعود بكم مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام إلى المركز الأول. هذا هو الرسمي 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 الذي ينطلق بمقدمة الشوط، يندفع بهذه الاندفاع الرائعة كما نشاهد عبر قناة ياس الرياضية على مقدمة الشوط، ينطلق بهذا الأداء من البداية، يتمنى ذلك أن يكمل حتى خط النهاية على الصدارة ومقدمة الشوط. سعيد بن سيف سعيد بن صلف النعيمي يطلق لنا هذا المستوى الجميل، بينما في المركز الثاني القادم بكل قوة الرسمي، بينما في المركز الثاني الرسمي مبارك بن محمد بن حمد المري على المركز الثاني في هذه اللحظات، والمركز الثالث القدوم من الحذر سعيد بن سهيل بن حطم العامري. المركز الرابع يتقدم في هذه اللحظات الغزال أحمد بن سعيد بن حمدان النعيمي، ياتينا بهذا الأداء الجميل شعار بن متعافي يصل على ظهر الأسد حمد بن سعيد بن متعافي المنصوري من يسير على ميمنة الميدان. هذا هو الذيب علي بن عامر بن سعيد الغفيلي أحد أبناء السلطنة، ينطلق بهذه اللحظات، بينما هناك القدوم من الحاكم أحمد بن سعيد بالمر الينيبي، يتقدم الينيبي مع هذا الاسم، القدوم من صولقان شافي بن محمد بن شافي قادما مع هذا الأداء الجميل. الله 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 الله، يا هذه الأسماء القوية التي تنطلق على أرضية ميدان الوثبة. نعود بكم إلى التغيير الذي طرى وجرى مع الرسمي، الرسمي غير إلى مقدمة هذا الشوط مبارك بن محمد بن حمد المري الذي يطلق لنا هذا الاسم على المركز الأول، بينما في المركز الثاني القادم في هذه اللحظات الغزال أحمد بن سعيد بن حمدان النعيمي ينطلق في هذه اللحظات. الكل
الكيل الأخير، الكيل الخطير، المركز الثالث يتقدم الحاكم أحمد بن سعيد بن سالم الإنيبي قادما في هذه اللحظات، والمركز الرابع يأتينا بهذا الأداء هناك في هذه اللحظات. هناك القادم بكل قوة، القادم سياف عيد بن خميس بن عامر العمري، ولكن العودة أو هناك الحذر سعيد بن سهيل بن حطم العامري، ولكن العودة إلى الصدارة الرسمي الرسمي الرسمي. هناك على مقدمة الشوط ينطلق بالمقدمة، ولكن غير الحاكم أحمد بن سعيد بالمر الإنيبي الذي الصدارة مع الحاكم الرسمي. الحاكم اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة. الله 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 الله. يا هذه الأمتار المجنونة ما بين الرسمي ما بين الحاكم، الحاكم الرسمي الرسمي، الحاكم اللحظات الأخيرة ما بين الإنيبي وما بين المري، اللحظات المجنونة. يا سلام يا هذه اللحظات، نتابع هذا الأداء ما بين الحاكم والرسمي. الحاكم تهانينا والناموس لأحمد بن سعيد بالمر الإنيبي على انتصار الحاكم بالمركز الأول. المركز الثاني الرسمي مبارك بن محمد بن حمد المري، المركز الثالث المركز الثالث يذهب إلى وجود متعب سيف بن محمد بن حمد الدرعي، بينما في المركز الرابع هناك الذيب علي بن عامر بن سعيد القفيلي، والمركز الخامس يذهب إلى وجود هناك الأسد حمد بن سعيد بن متعافي المنصوري. عودة بالتهنية مباشرة إلى مالك الحاكم أحمد بن سعيد بن مر الإنيبي على هذا الانتصار. التوقيت الزمني 7:33، 3 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما في المركز الثاني الرسمي مبارك بن محمد بن حمد المري احتل مركز الوصافة بتوقيت 7:33، 4 من الأجزاء من الثانية. بينما في المركز الثالث 7:36 جزئين من الثانية كان في المركز الثالث. المركز الثالث يذهب إلى وجود متعب سيف بن محمد بن حمد الدرعي. تهانينا والناموس للجميع مشاهدينا.